اوه لا ما تسويها يا اوكر، والله لو تسويها يا اوكر هذه تصدر في تاريخك يا معلم. الخير تطلع معنا الان نتائج الجيم الاول من بطولة باور شونك. اتوقع انه 1v1 فيصل ولا مين؟ يا فيصل يا رجال يا فيصل. فقر سنو سبروك نايس والله العظيم تستاهلون. 1v1 سيتويشن يا رب. انا اسطول البحري يثبت لكم ان ما في فايز واحد، يثبت لكم ان كل جيم فايز ثاني. السلام عليكم ورحمة الله. احمد او شونج اكس بونج، المقطع طويل ما ابي اطول، اعتذر في البداية على الغياب 4 ايام، هذا بسبب يا جماعة انا كانت في بطولة. اللي متابعني على انستا وتويتر والبث عندي في تويتش بيعرف ايش السالفه. قدرنا اللهم لك الحمد نوزع 25,000 ريال للمتابعين لكم انتم، اللي انتم سبب بعد الله عز وجل في نجاحي، الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم يا جماعه. التوزيع كان في البث المباشر وفي تويتر ايضا، وكان في جائزه ايضا 20,000 ريال للتوب 5 اول 5 فائزين اللي بتشوفونه بمقطع اليوم. المقطع عباره عن تعريق، انا وناصر جلسنا نعلق ونحلل في المقطع، اتمنى انه يعجبكم. وايضا في الاخير حاب اقول لكم ان في هويه جديده نزلت القناه الان وحساباتي كلها بيكون عباره عن شعار جديد، اكتبوا لي رايكم تحت. ونهايه المقطع حق اليوتيوب لكم مفاجاه ايضا، في السواحات اترككم مع المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك وراكم تهمني. السلام عليكم، انا احبكم بامان الله. صقر كوندكس نازل مع صقر نجبي، بديرتي معاهم دو، معاهم اما ابو فالح. كندكس ام صرح قال اللي بينزل معاي في ديرتي راح اقلبها فايت قرود لو اقعد لنهايه الزون. بديرتي ما عندي مشكله، جالس يقول العالم لا حد ينزل ديرتي، ديرتي حقتي انا ودو حقي نجبي. لكن اليوم بنشوف هل ابو فالح بيرد عليه، هل راح يرد عليه امبا، هل راح يقولون لهم كلام ثاني؟ بيبان عندنا بالفايت الان. امبا طالع هاي جراوند مع كندكس، اتوقع ان الفايت حقهم بيطول. الفايت حقهم فيه شخصنه 2v2 الى الان، الامور طيبه عند الكل. نجبي هيلا ناقص ما معاه شيلد، امبا بعيد عن خويه، كل واحد ماسك له واحد. الفايت واضح انها مطول، قاعد يعزل ابو فالح. ابو فالح طبعا هو نفسه ابو فالح حفظه الله، لكنه غير اسمه. نعم. واللي متضح امامي ان اللي بيصير اليوم شخص نجبي طبعا ما معه شيلدات، كلهم امبا وفالح مشلدين ونجبي ما معه شيلدات. لكن اتوقع بيقلبها ابو فالح. يا رب يجينا الاول يا عمري يا ابو فالح. اتوقع انه فنشه سولو 2v1. كندكس يرد ولا ما يرد؟ هل قد تصريحه ولا مو قد تصريحه؟ بعض الاحيان الكلام يكون صعب والفعل يكون الكلام يكون سهل والفعل يكون صعب، لكن بنشوف الان ابو فالح يليزره وان شوت كندكس. ابو فالح حفظه الله. اتوقع ان ابو فالح وانبا راح يمسكونها. اتوقع ان ابو فالح وانبا عندهم رد 2v1. اتوقع انها هجت مع كندكس، هجت مع يا ساتر طلعت مية. يا ويلي يا عمري راحت عليه. دي يا ابو فالح يا اسطوره، يا ابو فالح وانبا. اوكي في فايت هنا بين انبا برا الزون، انبا جالس يطلع برا الزون ويلعب وحسن. سولو ابو فالح مايت الحاله يلعب، اتوقع انبا بيقلبها الان سولو. انبا حسن يا عمري بالسنايبر يا والله ساتر. نايس شوت يا انبا، اسم على مسمى يا حبيبي والله. نايس شوت يا انبا حسن يا ساتر. عندنا فايت هنا بين ستار ومستر عزو، وبرضه في واحد ورا سولو. نعم سولو، اي والله سولو عليه بوش من مين؟ البوش عليه من مين؟ ساندويتش ستار الان، ساندويتش وضعه يحسد لا يحسد عليه. عندنا فايت بروك او بروك يلعب سولو، بروك سولو الان وعليه بوش من اكثر من جهه، وضعه جدا سيء. هيله بالضبط 100، اتوقع انه راح يلقم، اتوقع انه راح يلقم. الخلط من اكثر من جهه، دخل معه واحد في البنايه، هيله 81 قاعد يحاول يسوي تنلينج، يطلع من البنايات، وضعه جدا حرج، لكن اتوقع بيرجع للمدرج. حتى ستار برضه قاعد يجي سبام مو طبيعي الان من فوق من تحت من كل مكان. وضعهم سيء ستار، اذا ما حركت الان راح تودع الملاعب. عليه بوش جدا مو طبيعي. يا ذوكر الاول ستار يا عمري يا ستار، يفنش ولا ما يفنش؟ ياخذ الفنش عليه قدام خويه ليزر يطلع
طبيعي يا عمر يسار. اوه نايس 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 يسار. للاسف فقد واحد الان ويز يونيت وسريانو بالقرب من باور حمود ومساعد والستورم سير يرجع مره ثانيه. واضح ان الجيم الاول بتكون فيه مشاكل يا جماعه الخير. ويز يونيت 1 اتش بي وايد ويز يونيت 1 اتش بي. كلهم من تيسكي دارك تيسكي ميجا يا لطيف. والله دو يخوف راح من الجيم. شوف مكان الزون وين وشوف الناس اللي مسوي روتيشن بالزون. اتوقع ان اللي... يا ويلي لا اله الا الله يا الزحمه كلها بدت العالم كلها داخل انواع الليزر الان. اتوقع باور مساعد يودع الملاعب وين يا ساتر باور مساعد الان ودع المداعب لازم ينزل عنده زياد. ما نزل عنده زياد حرام الوضع يخوف. وزبروك لو تلاحظون تحت على يسار الحاله سولو مره اخرى. يا وزبروك ليش كل مره سولو يا وزبروك؟ محمود سعد جند محمود سعد مساعد رجع مساعد رجع نايس والله نايس ممتازه. اوه اشتك ادابتر واشتك كاروت باقي الهاي جراوند برضو عندهم. اتوقع ان وضعهم رهيب. اقرب ناس للزون الدو هذول مفروض يجيبون كيلز في الزون هذا. وضعهم نوعا ما طيب. العالم تبدا تطير الان ومفروض يزرون. خلينا نشوف هذولي نبغى نشوف ايش بيقدر. اوه طيحوهم يورتيشن بيشوف الان من اسمر كاي يا ساتر. اوه قد سنايبر ما ادري كيف باعد اسطول البحر قاعد يقلبهمها طيران. اشتك كراكوت اشتك كاروت قاعد يروح للزون معلش على غلطه بالاسماء. باور ناصر باور جنت كل جيم او كل راوند نشوفهم يحاربون على الفايت. وزبروك دائما الفارس المخفي اللاعب. اوه وزبروك لقم من صقر موديسك. اوه يا ساتر وتيش كي شنو طاح برضو نوك. الان بده يروحون الدوات العالم بتقلب سولو. الان بشوف اللعب سولو اسمر فيصل برضو لقى اسمر فيصل راح بار بي دي برضو زياد سولو دخل الزون ترتل الحاله باقي ما زال هاي عند اشتك ادابتر في الهاي لكن بينقلب في اي لحظه. انا متاكد بينقلب في اي لحظه. وتلاحظ عندنا كارل برضو موجود كار الى الان صامل لكن الدو حقه بعيد اللي هو ليزكس. فاتوقع ان سولو نوعا ما اللي في الهاي طيحهم واحد معاه ار بي جي. الوضع بدا يصير حوسه. تيو نمح قاعد يطلع من ورا. تيو نمح يسمح يسحب الهاي. الهاي عند نمح الهاي عند نمح ونزلوا منه اشتك كاركوت اشتك كاروت معليش وهذا اكثر وحوسه وما ندري نروح لمين ونخلي مين. الوضع بدا يتقروش ونزلوا كلهم نزلوا في الجراوند الان وين اتش بي تقريبا. يا ساتر ولقم يا حبيبي لقم كاروت بعد مين اللي شال اتوقع نمح وار بي مسكوا الهاي. الجيم واضح ان مين فهد وجنتل تحتهم. فهد برا الزون اتوقع فهد بيسجل دخول الان. فهد بيسجل دخول من ورا ار بي. فهد يعطيه روكيت اعطاه نص ار بي جي ار بي جي ار بي جي مبروك عليك جنتل الى الان يلعب برا الزون اتوقع وياك السمك الهاي جراوند. جنتل شكل معاه سمك الدنيا كلها بس اللي متضح امامي انه بيسجل دخول جنتل بيسجل دخول يلحق عشان معاه اربع سمك جنتل خلينا على جنتل دابع اثنين جنتل معاه خمسه كيلز وناصر معاه واحد. جنتل بيمسك الهاي جراوند لو تسويها جنتل بيصير كلام كبير. الهاي عند الهاي جراوند عند جنتل الان يا حبيبي متربب الهاي جراوند لدينا موارده بنت لدينا. جنتل الان يحاول يطلع فهد بالار بي جي ينزله لكن يقول جنتل ما راح انزل. الهاي جراوند عند جنتل الوضع بدا يتوتر. 11 لاعب 9 دوات اسمر عند سولو قاعد ينخلط من اكثر من جهه ويحاول يسوي روتيشن. اعطينا الهاي جراوند اعطينا جنتل نبغى نشوف الهاي جراوند بيسحب ولا ما يسحب. كار باقي صامل هو ليزكس معهم ار بي جي واتوقع انهم بيتلون الهاي بالجلابلر. الى الان الوضع مو محدد ما ندري مين اللي بيصمل. زياد باقي صامل الوضع حوسه. 11 لاعب الى الان الصغير مره كار يطب مع واحد بناء يعطي 99 اسمر عز يحاول يصمل. يا عيني يا اسمر عز شريف كار وان شوت تقريبا الى ابيض ما مع شركات الزون دخل مره اخرى. نبغى نشوف الهاي باور جنتل ذبح ريف جرال ودنا على الهاي. نبغى نشوف الهاي يا عمري يا كار يا عمري يا ليزكس. جنتل ما زال في الهاي جراوند يحاول يجيب الكل عنده اسمر كاي 1 في 1 قدامها الان. الهاي عند باور ناصر باور ناصر جنتل مسكين الهاي جراوند. توقعت اسولف في البدايه اتوقع يا حبيبي يا حبيبي بنشوف اصغر زون. جنتل قاعد يسوي مشعل اللي تحته. يا عمري يا ناصر يا عمري يا كاي هاي مشعل بيلقم لقم هاي مشعل. اي نعم لقم هاي مشعل معاهم 7 كيلز ناصر وجنتل 7 كيلز. ناصر مات عفوا مو ناصر كاي الان سولو لكن اتوقع موت في الزون. دخل معاه كامل البنايه مين يذبح مين. يا عمري يا كاي ايش تسوي يا كاي الزون يا كاي 2 في 1 25 فهد ضد باور جنتل وباور ناصر 2 في 1 اصغر زون شكلنا بنشوف اصغر زون 2 في 1 يا جماعه الخير. بنلعب لعبه السمك ولا لا؟ ايش اللي بنشوفه الان قدامنا؟ الوضع توتر يا اخوان بيجيبونها ولا ما يجيبونها؟ با
باقي في الجيم 2 من باور وواحد من 25 فهد ضد ناصر وجنتل بالهاي جراوند مع سمكتين. فهد الماتس عنده طيبه مره، اتوقع انه باسم الاخر الزون بيلعبون اصغر زون يا جماعه الخير، راح يلعبون اصغر زون يا جماعه الخير، نشوف مع بعض ايش اللي راح يصير. فهد مع سمكتين، انا متاكد انه بيضطر ينزل عشان يحاول يدمج بقدر فهد وضعه مو طيب. فهد بيقلبها سمك، فهد بيقلبها سمك، مين اللي يفوز؟ فهد ولا جنتل؟ فهد ولا جنتل يا جماعه الخير؟ مين اللي يفوز؟ فهد ولا جنتل؟ فهد ولا جنتل؟ فهد ولا جنتل؟ فهد ولا جنتل؟ مين اللي راح يفوز؟ فهد ولا جنتل؟ فهد اتوقع فهد يوه نظيف يا عمري يا فهد يا شريف 30 فهد يا مجنون يا ساتر يا فهد يا ساتر يا جنتل مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي تفريقي يا ناصر يا ساتر كارولزكس الاول كارولزكس يا حبيبي كارولزكس الاول كم كانوا ذبحين 9 كيلز يا حبيبي كارولزكس كيف صرتوا الاول 9 كيلز يا مجانين فايت ما زال مستمر امبا وابو فالح واضح انهم ماخذينها شخصنا يا جماعه الخير واضح انهم ماخذينها شخصنا امبا موارد 40 يا اخي امبا من اللاعبين اللي يخوفون يا جماعه الخير امبا من اللاعبين اللي يخوفون يا جماعه الخير يا جماعه الخير هذا فايت جرود والله حرفيا هذا فايت جرود ايش رايك انا اصلا انت تايد الحركه اليوم وصلنا الزنجه حجزوا المكان حجزوا المكان اللي صقر بس انه ما هو بمابك هو عشان تحت المكان والله ما هو بمابك يا نجبي الله يعافيك هذا التحدي بينهم مخبينا خارج البطوله احنا نبغى نشوف التحدي ما نبغى نشوف البطوله نبغى التحدي والله هذا. نبغى نشوف التحدي نبغى نشوف البقال مين يا ساتر نتوقع لقب صقر نجبي وصقر كندكس ردوها 1 في 1 انتظار الجيم الثالث مره اخرى فايت جرود برا الزون عندك كارد ذبح ري كارد ذبح ري اتوقع وليزكس فنش ري وكارد ذبح فينيكس جي جي ري جي جي فينيكس شرفتونا وامتعتونا عندكم جيمين زياده تقدرون تعوضون فيها فنش بعد بوار عبد الاله ذبح بوار زياد قاعدين يطقون العموم مع بعض الان الزون هذا زون الموت شوفوا كم لاعب يا عيال 60 لاعب طلعوا الزون ما اصغر يا اخوان الستورم سيرج الان بيقلدني يونكس طاح من فوق تنور اوكي 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 تو برو عز على الهاي جراوند دبل ار بي جي هذول لو استلموا الهاي جراوند بينهون اللي تحت كلهم قاعدين ينزلون العالم طرق شوفوا اللي طايحين برا الزون يونكس طايح هناك قاعد يقومه فهد الهاي جراوند عنده برو وعند عز كلهم مرتفعين مره تحت ورزه اوت لومات من برا بور جنتل والحاله سولو عزام سولو عزام سولو عزام اكيد سوى له ريفايف لانهم مفللين سمك مفللين سمك من جهه حظوا الزر رجع لجهتهم والان اتوقع شوف. عز وفور اكس برو الهاي جراوند الهاي جراوند عند اسمر عز وعند برو بالدبل ار بي جي اللي معاهم اذا ما طاحوا بيجربونهم الناس كلهم بس لو تلاحظ تحتهم جنتل وتحتهم باور ناصر في اي لحظه انا متاكد ان الاثنين ذول راح يحطون لها شباد ويترون الهاي جراوند سيرون قاعد يسوي روتيشن معاه يونيت الان لوتو بنوعا ما طيب الماتس قليله هيلاتهم حلوه قاعد يموله بالماتس لكن برضه ما تجمل ار بي جي واحده من الهاي جراوند راح تطيحهم اسمر عز باقي معاه روكت واحد واتوقع برو برضه معاه روكت 5 كيل لكنهم مروقين ومسلسلين 5 كيلز يا اسمر عز يا معرق يا لعيب يسعد امكم يا دون اسطوري اتوقع لهم كلمه في الجيم هذا الليدر بورد راح يضاف عليه بالتوب 5 تو يو متاكد تو يو برو اسمر عز لهم كلمه اليوم نزلوا من الهاي جراوند حبتين تحت لكن انا متاكد ان في تله بتجي في تله بتجي راعي الجلابر مات ولا لا وين كار مات ولا ما مات اوه جنتل قاعد يحاول ياخذ الهاي جراوند جنتل برا الزون قاعد يحاول ياخذ الهاي جراوند 9 اكس بي الله يستر قدس قاعد يسوي تله لينك ومعاه خويه لجبي وضعهم رهيب فوق على اليسار لو تلاحظ صقر قندكس ذبح له واحد برضو ما احنا قاعدين نلحق على الكل بور ناصر ذبح بور عبد الاله يلعب سولو بور ناصر سولو اوه يو ساتر سيلسون ذبح جنتل ونمح ذبح نجر السيلسون ذبح ناصر السيلسون سال الدو الاثنين ناصر وجنتل الزون الاخير يخوف باقي 15 لاعب يا جماعه الخير طلعوا تحت على اليمين كم في لاعب بالزون يا اخوان مستحيل اللي قاعدين نشوفه هذا مستحيل اللي قاعدين نشوفه هذا هجت مع فانتوم نوعا ما وضعه ما يطمن يستخدم الاشباد ولا ما يستخدم لقى من الاسف فانتوم الاسمر يا حبيبي اسمر عز مولع اسمر عز اون فاير 6 كيلز الى الان 6 كيلز ومعاه الهاي جراوند لكن الماتس فقط 100
نصف الخوية مواردهم توتال 200، 100 عند أسمر عز و100 عند برو. هل يجيبونها ولا ما يجيبونها؟ يا ساتر أسمر سباي باقي صامل إلى الآن، وكري أخوية الدو حقه نوك صح؟ الدو حقه أي والله نوك. سباي الحالة سولو والسيلسون سولو وكندك سولو، ثلاثة سولو تحت واثنين دو فوق. أتوقع أنها حسمت يا جماعة الخير، أتوقع أنها حسمت. لكن أسمر سباي هل بتكون أوكي؟ سنو برضو تحت، الأدوار فوق بعض والعيال فوق بعض. أتوقع في كلمة بنشوفها الآن مختلفة، بنعاد السيناريو حق أول جيم، بنعاد السيناريو حق اول جيم يا جماعه الخير. توقع معهم سمك عز وفور اكس برو وبيلعبونها صح ما خاب ظني. سنو وضع جدا صعب، واحد نشوف واحد منهم ينزل واحد في النهاية. مستحيل مستحيل، انت تحشي ما تحشي ما تحشي. اسمر سباي ضد برو، اسمر سباي ضد برو، اسمر عز 2v1 2v1 2v1. نايس يا برو، والله اسطوره ما قصرت، والله ما قصرت يا عمر يا برو. يا ساتر، بتسعة كيلز اسمر عز و تيو برو المركز الاول في الجيم الثاني. باقي عندنا جيمين، اتوقع ليدر بورد الان بينقلب، بنشوف اسماء جديده ناس تطلع من تحت الى فوق، وباذن الله تعودنا ان ما في فائز واحد. تحي علي ابرز دقه كريم. اوه برو اسمر عز زي ما توقعنا حبوا الاول. كل جيم الاول يتغير يا جماعه، مستحيل تتوقع، مستحيل والله، شيء غريب. الدرجة هذه قاعدين نفهمك يا الإنسان اللي قاعد تطالع إنه مو بالفن. شوفوا يا جماعة الخير لعب القرود، شوفوا لعب القرود. إمبا الحين 1-1 النتيجة، يا مرة خلوا البطولة على جنب، أبغى البطولة على جنب، أبي أشوف الفايت بين هذولي. صقر نجبي تاكي فوق مع سيفورات، ابو فالح يمين، امبا تحت، الزون مو عندهم كالعاده، بيطقوا برا الزون. شكلهم بيقلبونها كرييتيف، والله قلبوها كرييتيف، قلبوها فايت شرف، قلبوها فايت شرف. 76 يعطي سريان ودمج، اوتلو فوق الحاله وماسكه عزام. الوضع غريب شوي نوعا ما، لانه لو طل اوتلو على اللي تحت راح يليزره. وبرضه الكلام مع 18 اعطاه دمج سريانو 200. اوه يا سريانو يا مأيم ما شاء الله عليك، ما شاء الله 26 فك شيلد اربي. اوه السفينه من بعيد قاعد تضرب السفينه، هذا الثيرد بارت اللي ما مش دخول يو لطيف طلقه 70. العموم مفكوك شلداته، العموم مفكوك شلداته، ثيرد بارت دخل كسر عليهم. اشوف 4 كيلز تام تام، خذ لك تام، خذ لك تريبل كيل كامل. يونيت وسريانو راحوا من تاف، هذا الثيرد بارت اللي ما ودك تشوفه، طيحهم من فوق. واوتلو مدمج الان هو عزام، واتوقع بيكملون عليهم. نشوف ايش بيصير معاهم. اوت وان شوت، عزام وان شوت، راح عزام لقى اوت لاو الحاله 2v1 2v1 2v1. اوتلو قاعد يحاول، اوه 1v1 اوتلو نوك واحد، هل بيقوم ولا ما بيقومه؟ نشوف الان معاكم. اوتلو قاعد يسوي عليه بوش، فايتون برا الزون، الفايت مره خوسه، ما ندري نعز مين ونخلي مين. اوت لاو قاعد يحاول يتراجع للزون، لكن المسكين هذا برا الزون الحاله، عليه بوش من ثيرد بارتي ثاني. اتوقع انهم اربع دوات مسكه واحده، اربع دوات مسكه واحده. اوت لاو وبان كيك وتام، وتام المسكين هو اللي ماكلها. يا عمر يا تام، يا ساتر يا بان كيك. بان كيك 1v1 الان مع اوت لاو، بان كيك 1v1 مع اوت لاو. قاعد يحاول يسوي روتيشن يدخل الزون، وضعهم جدا حرج، زحمه مره ولا يموت، يذبح الاول تيو برو يا رجال، يفنش وياخذ الهيل، يفنش وياخذ الهيل، شال الميني شيلد. تعبت عليه انت، يعطي طلقه يا عمر يا تيو برو يا صوره. يا ساتر، انه فايبر وانه الدو حقه. نايس والله العظيم، خذولهم 4 كيلز تقدر تقول من ولينج وود فقط. قاعد يحاول يسوي ترالينج، يعدل البنايه شوي يمين يسار، يضبط. اوه سنايبر 150 دبل سنايبر. عشان كذا الدو صعب يا جماعة، الدو صعب عشان كذا يا أخوان. دبل سنايبر خفك وشيلده كامل، هذا الشيء اللي نخاف منه، هذا الشيء اللي يخوف يا جماعة الخير. أوه نمح نمح نمح، واربي مروقين فاتحين لهم دروب، قفل 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 يا سلام لانشبات. واربي جي يا ويلي يا عيال، قاعدين نشوف روتيشن من منصور وكريمنال ومنصور قاعدين يحاولون يطلعون الان بيجون اوت وجههم، الليزر من اوت اوت بيطلع يا عمري اوت. لو انه سحب البنايه اوت، قلب امها كريتيف وطلع الهاي جراوند زياده. موارد اوت حلوه، موارد اوت حلوه، كار متدمج، ليزكس معاه في البنايه، لكن ما راح نفقد الامل نهائيا بكار.
يقدر يمخرج عمره حتى لو موارده خلصت. معاه جلابلر، معاه سمك، معاه ميني، معاه كل ما يحتاج. لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله، قاعد يجيه ليزر يخلطون العالم من كل مكان. وضعه جدا حرج الان، وضعه جدا حرج. نمح شال اثنين، نمح شال سبايك وشال نروم. واضح ان تيم ار في ونمح ملعين وعليه ليزر كار. انخرط خطير طبيعي. الله يستر، لازم الدو حق يعزز له، لازم الدو حق يعزز له عشان يقدر يهيل. تيو اكسون قاعد يتفايت على الهاي جراوند، الهاي جراوند انسحب من ميج. جواد واكسون نزلوا تحت قالوا روق ابعد عنهم، هذول معفنين يبغون هاي من بدري، خلوهم ياخذون راحتهم. اوت لو، لو تلاحظ بعد طالع الهاي جراوند معاهم. اوت لو من اللعيبه اللي تخاف منهم، تخاف منهم، تخاف منهم حتى لو ان الحاله ما راح يموت بسلام. ادمي حاسم، يموت ادمي يتعبك. حاسم يتعبك الشخص هذا، يتعبك. مساعد صام للحين يا رجال، يا مساعد قاعدين نشوف روتيشن من الشباب. ميد كيو شيفت بودي اوت لو طار معاهم. الهاي جراوند عند ميجا، عند ميج وعند اسمر فيصل. اسمر فيصل قاعد يسوي روتيشن للزون. باور مساعد لحق عبد الاله، واسمر توبي متاخر عن خويه باور عبد الاله. اتوقع انه ما بيلحق عليه يدخل معاه في نفس البنايه. لا والله لحق عليه. فيصل وميجا ماسكين الهاي جراوند، بس وعد مني انا انه راح ينسحب منهم من راعي الجلابلر، من الار بي جي اللي عند ار بي جي وعندنا مح. امبا تحت قاعد يسوي روتيشن سولو الحاله. اف اي زورو برا الزون، امبا حسن برا الزون، باور حمان وزي باور حمدان وزياد قاعدين يسوي روتيشن برضو. برضو مساعد لحاله بالروكت بالار بي جي يطيحهم. شكل سباي يقول لهم انزلوا يا حبايبي بدري عليكم تاخذون الهاي جراوند من الحين. لكن امبا حسن قاعد يطلع معهم فوق. الهاي جراوند عند ميجا بس انه بيطيح من الار بي جي 100%، وطاح ميجا وتدمج دمج غير طبيعي. الهاي جراوند برضو صامل عليه ميجا، وروكت قاعد يجي من كل مكان. نجر قاعد يطلع الهاي جراوند معاه امبا حسن، امبا حسن يسحب الهاي جراوند معه نجر. الهاي جراوند ماسك نجر الى الان، عليه قاعد يخلط ميجا ويطير باللشباد ار في ونمح وريزكس وبرضو كار. روتيشن غير طبيعي. الهاي جراوند مسكوا انبوت حسن ونجر الان. الستورم سيرج قاعد يضرب الكل، الستورم سيرج قاعد يقول لهم موتوا، الزون قاعد يضرب الكل. سباي مات ولا ما مات؟ ما ادري، ما ادري. زياد، زياد تنوق وز بروك الحاله. حسن ونجر بالار بي جي قاعدين يسوون سبام يطيحون الكل. كار قاعد يسوي روتيشن للزون، معاها جرابلر. اتوقع انه مروق مره لانه معاه جرابلر ياخذ يسحب فيها الهاي. الوضع يخوف مره، توتر غير طبيعي. عبد الاله ذبح صقر حمان، الوضع متوتر. اصبر سباي يحاول يسحب الهاي جراوند. اصبر سباي بيطلع الهاي يمنع انبوت حسن، طلقه من وراه الهاي ضاع. اصبر سباي ضاع، اصبر سباي تنوق من من انبوت حسن. اتوقع ان الهاي ما زال عند انبوت حسن. انبوت حسن ونجر ماسكين الهاي جراوند بالجرابلر قاعد يطلع كار. الوضع موتر، الوضع موتر، الوضع موتر. الهاي عند كار، الهاي عند كار، الهاي عند كار. يا عمري يا انبوت حسن يا شريف، يا انبوت حسن يا شريف. انا صار عندي عيد يا ساتر. يا لطيف يا ليزر مو طبيعي يا اخوان. يا ساتر يا ساتر متوتر. نمح ورف الى الان وضعه كويس. الهاي جراوند، الهاي جراوند كل شوي واحد جديد. ار بي وكار، كار بالجلابلر قاعد يطلع كل مره. نمح خايف من راعي الجلابلر. الهاي جراوند عند ار بي، ار بي ونمح. نمح بد هاي وار بي هاي جراوند. ار بي قرب منه، باقي تقريبا 10 لاعبين او عفوا 7 لاعبين. نمح برا الزون. كار مات، شكل كار مات، راعي الجلابلر مات. اتوقع انك تنقلب الموازين الان، انقلب الموازين. ار بي ونمح هذا جيمكم. ار بي نسمى الهاي جراوند 2v2. ميد كيو، ار بي يرجع لمسك المركز. ميد كيو يمسك الهاي جراوند، ميد كيو يطق مع ار بي. الهاي رجع عند ميد كيو مره ثانيه. ابعد يا شجره يا معفره، خلينا نشوف مين يطق مع مين. وان شوت ميد كيو، لو يلعبونها زومبي يموت. الشجره بتخرب عليهم. ار بي ونمح ذبحوا لزكس. 2v1 ضد ميد كيو. 2v1 نمح ار بي وميد كيو وان شوت. ميد كيو بيموت من الزون. نمح وار في، نمح وار في، نمح وار في، نمح وار في يا حبيبي. يا نمح يا عمري، يا نمح يا عمري. ار في 9 كيلز يا جماعه الخير، اصملوا الى النهايه. الار بي جي استخدموها بالوقت اللي يحتاجونه بالضبط. 5 طلقات لقيناها معاهم يوم فتحوا الدروب، واستخدموها بالضبط عشان يسحبون الهاي جراوند. يا ساتر يا ليدر بورد، يا ساتر يا ليدر بورد. نمح ار في نمح اخر جيم بقى، اخر جيم. هل يصملون ولا ما يصملون؟ اخر جيم في البطوله يا جماعه الخير، اخر جيم اللي راح يحدد مين الفائز في البطوله. بإذن الله كنتم تستمعون معنا إلى آخر نفس، واعذرونا يا جماعة الخير إذا حصل منا زل أو قصور أو صياح أو إزعاج. ان شاء الله ان هذا البدايه نتعلم منها، وفي المستقبل نشوف شيء اكبر واكبر. نكمل على هذا الفريق، اتوقع بيجيهم بوش من موديس
ودسك العلاقي بالضبط والله على طول قال له رح منك ويخلط يا ساتر يا مدسك يا مجنون مدسك أربعة طب عليهم سكواد ثاني معاهم ربيتين اتوقع نبر الميثك مينيجن الميثك مينيجن سكواد الميثك مينيجن او الدوز حق الميثك مينيجن يطلع الهاي جراوند مره ما معاها اي ميني ما معاها اي ميني اوتلو لقم من جنتل واوتلو وعصام لقم من جنتل جنتل وش سويت جنتل وش سويت جنتل واضح له كلمة الجيم هذا يا مجنون يا جنتل يا ابن الذين لمح ذبح ميج وليزر الفهد غير طبيعي فهد وضعه سيء الان يونكس بيحط اللانش باد وبروح بيخليه خويه لكن افضل ان فهد يسقع ستيلفش نعم صقع ستيلفش يلا يا وحش دكس فايت داخل فايت وذبح له واحد يا عمر يا دكس فايت اوكي العموم قاعد ياخذ اسمر نكس مس قاعد يجي سبام غير طبيعي ار بي جي على ليزكس من فوق تيو نمح باور جنكل وناصر الهاي جراوند عندهم ومعاهم دبل هيفي بس بدري شوي اتوقع الهاي جراوند بدري مره اتوقع انك اخذون كل بدري مره لكن الزون من جهتهم وتحتهم ستار ومستر عزو اتوقع جنكل بالايم اسيست الان بتكون له كلمه معاه السولت الطلقه الواحده ب 44 والهيد ب 88 معاه دبل هيفي ينادي خويه يقول تعال يقول تعال يقول تعال يقول اطلق يا عمر يا تيمور يا ساتر يا تفاهم هذا الدبل هيفي يبوش عليها الان يبوش عليها الان ياخذ الفينش واحد تحته اتوقع انه لو يروق احسن الان يرجع للهاي جراوند لا يسحب منك باور ناصر جنتري طول الهاي جراوند العموم قاعد يطير العموم قاعد يطير الستورم سيرجا جنتل وناصر تقريبا 6 كيلز الى الان معاهم او 5 كيلز الهاي جراوند معاهم في ناس ماتوا برا الزون راعي الجلابلر ما زال حي معناته ان في خوف على الهاي جراوند الهاي جراوند ممكن يسحب اي لحظه قاعد نشوف روتيشن من الجميع ليزر يودكس فايت سولو سويفت باد مات بالزون الان الفايت بيقوم بين الهاي جراوند والميدل جراوند اللي تحت الارض بياكلون تبن بعد لانهم قاعدين يطلعون قاعدين يرتفعون سبام غير طبيعي من جنتل وناصر قاعدين يحاولون يجمعون الكيلز يبون يرجعون لمجريات المباراه يبون يقولون احنا اللي المفروض نفوز احنا اللي نبغى نتاهل نبغى المركز الاول حرام ما لعبنا جيم لكن مستر عزو والستار جنبهم ممكن نشوف ريتيك الهاي جراوند من مستر عزو مستر عزو والستار قاعدين يسوون تانلينج قاعدين يسوون روتيشن للزون ناصر متقدم مره جنتل مرتفع عن خويه وبعيد عنه ورتيشن قاعدين يشوف من هاي جراوند هم اللي ماخذين الانتباه مننا هم اللي عليهم الانظار الان من الكل اللي في الجيم جنتل متاخر ورا قاعد يهيل اسمر سباي تحت على اليمين ومعه اسمر كيرتون مروقين داخل الزون نمح سولو الحالة وكار مات راعي الجلابلر مات وذبحها ار في لا لا مع سولو الجلابلر مع ار في الجلابلر مع ار في جنتل سبعة كيلز يا مجنون يا جنتل جنتل بسبعة كيلز ناصر بصفر كيلز لكن الثامن في الطريق هذا هو الثامن يا حبيبي يا جنتل يا مجنون 14 واحد في الجيم الجلابلر مع ار في الموارد عنده مح 160 هذا الثامن يا حبيبي يا عمري تسعة كيلز جنتل ايش قاعد تسوي جنتل ايش قاعد تسوي جنتل اون فاير جنتل اون فاير يا جماعة الخير اسمر سباي تحت الدكتور مع كيلتون يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا اسمر سباي كم بقى في الجيم سبعة باقي في الجيم اسمر سباي تحت جنتل طاح اسمر سباي ياخذ الهاي جراوند ريتيك من اسمر سباي اسمر سباي ياخذ الهاي جراوند يرجع للهاي اسمر نزل تحت ناصر وان شوت ناصر ناصر لقب جنتل سولو اوه انقلبت الآية انقلبت الآية الهاي جراوند صار عند مين عند اسمر سباي وعند كيرتون فور يو الجنتل لقب 2 في 2 الهاي عند اسمر سباي الهاي عند كرياتو من ريس تو يو برو 1 في 1 لاست مان ستاندينج That's my standing. يا لطيف اللحظة المنتظرة اللحظة المنتظرة اللحظة المنتظرة الآن الإعلان عن المركز الأول في بطولة باور شونغ 10,000 ريال للمركز الأول المركز الثاني 5,000 ريال المركز الثالث 2500 المركز الرابع 1500 والمركز الخامس 1000 الآن يا جماعة الخير المركز الأول في بطولة باور
شونغ الأولى هو ألف 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 مبروك سيونما يا ساتر يا ساتر مبروك يا مبروك يا أربي تستاهلون المركز الأول جي والله ما قصرتوا تستاهلونها حرفيا 49 نقطة 49 نقطة من أربي وتيو نمح المركز الثاني يا جماعة الخير تيو 4X برو وأسمر عز والله العظيم تستاهلون والله العظيم تستاهلون أيضا المركز الثالث كارل ليزكس ما قصرتوا أمتعتونا أضربتونا صملتوا صملة غير طبيعية على ذا شارك فزتوا فيها المركز الرابع جنتل تعازي الحارة أنت وناصر كنتوا تستاهلون أكثر لكن للأسف ما كتبت لكم جيم راح عليكم لكن ما قصرتوا سويتوا لي عليكم وزيادة أسمر سباي أسمر كرياتو كرتو الله يعطيكم العافية والله ما قصرتوا أمتعتونا أطربتونا ليش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونغ اكس بونغ معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بي طريقي ما اشوف صفحة نهاية